السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أحبابي في حلقة جديدة من سلسلة رجال حول الرسول. حلقتنا اليوم عن الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه. في يوم من الأيام وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيد عن زحمة الناس بيشاهد قريش وهي بتحتفل بعيد من أعيادها، فشاف الرجال وهم بيلفوا العمائن الكبيرة الغالية على رأسهم ولابسين عبايات رجالي ثمينة وغالية جدا، والأطفال والنساء لبسوا أفخم الثياب وتزينوا بأغلى أنواع الزينة. وشاف الأغنياء وهم جايبين كل أنواع الذبائح من إبل وأغنام وماعز ولبسوها أنواع مختلفة من الزينة علشان يذبحوها قدام الأصنام. وقف وسند ظهره لجدار الكعبة وقال بصوت عالي: يا معشر قريش، الشاه أو الأغنام أو الذبائح خلقها الله، وهو اللي أنزل لها المطر من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، وبعد كده تذبحوها على غير اسم الله؟ أنا شايف أن أنتوا قوم جاهلين. فقام عمه الخطاب والد عمر بن الخطاب وضربه على وشه ضربة قوية وقال له: إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ إحنا مش عدنا عايزين نسمع أي حاجة من اللي أنت بتقولها دي، إحنا صبرنا نفذ على الآخر ومش عدنا قادرين نستحمل أي كلام من الكلام ده. ودنهم يأذوا فيه مرات ومرات لغاية ما اضطر أن هو يترك مكة ويلجأ لغار حراء. فالخطاب قال لطائفة من شباب قريش ان هم يمنعوه من دخول مكة في اي وقت يحاول يدخلها، فما كانش بيدخل مكة الا سرا. وفي يوم من الايام زيد بن عمرو بن نفيل تمع وقريش مش منتبهين له بورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقعدوا يتكلموا ويتناقشوا في أحوال العرب واللي وصلوا له وإزاي هم بيعبدوا الأصنام وبيعبدوا الشمس وبيعبدوا عبادات مختلفة غير الله لا تنفعهم أبدا. فزيد قال لأصحابه: والله أنتوا تعلموا أن قومكم مش على الصواب وأنهم أخطأوا أن هم خلفوا دين إبراهيم عليه السلام، فدوروا لأنفسكم على دين تدينون به إذا كنتوا عايزين تنجوا من الدنيا. قام الرجال الأربعة لكبار الرجال من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى يدوروا على حد يكون على دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ورقة بن نوفل دخل في النصرانية، عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث ما وصلوش لأي شيء، أما زيد بن عمرو بن نفيل فكانت له قصة. بيقول زيد: وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه، مش ارتحت لهم، مش حسيت إن أنا مرتاح في اليهودية ولا النصرانية، ودنتني ألف في كل البلاد وفي كل الأرجاء علشان أدور على ملة إبراهيم عليه السلام لغاية ما وصلت بلاد الشام، فقالوا لي ان في راهب عنده العلم ده، فرحت له وحكيت له قصتي، فقال: انا شايف ان انت بتدور على دين ابراهيم عليه السلام. فقال له: طبعا هو ده اللي انا عايزه. فقال: الدين اللي انت بتدور عليه ده مش موجود، ولكن ارجع بلدك تاني، فان الله سبحانه وتعالى يبعث من قومك من يجدد دين ابراهيم عليه السلام، فلما يظهر النبي ده التزمه، خليك معاه طول الوقت. رجع زيد فعلا من السفر، راجع لمكة وهو منتظر اليوم اللي يظهر فيه النبي ده، وهو في الطريق بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، لكن زيد ما قدرش يوصل مكة، خرجت عليه جماعة من الأعراب وهو في الطريق فقتلوه قبل أن يبلغ مكة، وتسر عيناه برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في لحظاته الأخيرة رفع بصره للسماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد، يا رب إن كنت حرمتني من الخير إن أنا أدخل في الإسلام وأقر عيني برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فما تحرمش ابني سعيد من هذا الخير أبدا. وشاء الله سبحانه وتعالى إنه يستجيب لدعوة زيد، فلما قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للإسلام
كان سعيد بن زيد من أوائل من آمنوا بالله وصدقوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه العجب في كده؟ فسعيد أبو زيد اللي لف كل البلاد علشان يدور على الدين الحق ومات وهو ما زال يبحث عن الحق. ولم يسلم سعيد وحده، أسلمت معاه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. قريش أذتهم أذى كبير جدا، بس الأذى ده خلاهم ثابتين على الحق أكتر وصابرين ومتمسكين بدين الله، وكانوا سبب في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعيد بن زيد حط كل طاقته في خدمة الإسلام رغم أنه أسلم وسنه أقل من 20 عام. شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الغزوات ما عدا غزوة بدر، غاب عنها في اليوم ده لأنه كان في مهمة كلفه بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول سعيد بن عمرو بن نفيل: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000 أو عدد قريب من كده، فخرجت الروم تقاتلهم 120,000 من الجيش، أقبلوا عليهم وكان عددهم كبير جدا جدا. فلما مشوا قدامهم كده وهم بقى عمالين يرددوا الصلوات بتاعتهم والأساقفة والبطارقة والقساوسة شايلين الصلبان وعمالين يقولوا كلام قوي، المسلمين خافوا كده شوية. فقام أبو عبيدة بن الجراح وأحد يتكلم في المسلمين ويشجعهم ويسألهم الثبات، وقال لهم: يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عباد الله اصبروا فإن الصبر ينجينا من الكفر ويرضي ربنا سبحانه وتعالى، التزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم، طول الوقت اذكروا الله في أنفسكم حتى آمركم، لغاية ما أقول لكم هنعمل إيه. في الوقت ده قام رجل من صفوف المسلمين وقعد يشجع الناس وإن هو هيكون أول واحد يقاتل الروم، ففعلا الناس تشجعوا جدا وثبت المسلمون وما زالوا يقاتلون الروم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. شهد سعيد بن زيد بعد كده فتح دمشق وجعلوا أبو عبيدة بن الجراح والي عليها، فكان أول من تولى إمارة دمشق من المسلمين. وفي أثناء خلافة بني أمية حصلت لسعيد بن زيد حادثة عجيبة جدا أهل يثرب لأنهم يتكلموا عنها زمن طويل جدا. في يوم أروى بنت أويس ادعت ان سعيد بن زيد خد جزء من ارضها وضمها لارضه، ودنتها تتكلم الكلام ده كله بين المسلمين وتردده وتتحدث. وبعدين راحت اشتكت لمروان بن الحكم والي المدينة، فارسل مروان لسعيد بن زيد ناس يكلموه في كده. فالامر كان صعب جدا على سعيد بن زيد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: معقول انا ممكن اظلمها وأنا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إزاي أظلمها والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين؟ يعني اللي ياخد من حد شبر من الأرض بيجي أكنه كده طوق لافف حوالين رقبته هيخنقه ويموته. وما فاتش غير وقت قليل لغاية ما جاء مطر شديد جدا سيل في وادي في المدينة اسمه وادي العقيق، جري فكشف عن الحد الفاصل بين الأرضين اللي كانوا مختلفين فيه، وظهر للمسلمين ان سعيد بن زيد كان صادقا. كيف هذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني المظلوم اللي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى مش في بينه وبين الله سبحانه وتعالى أي شيء يمنع وصول دعوته إلى الله تعالى. كان سعيد بن زيد أحد 10 المبشرين بالجنة، رضي الله عن الصحابي الجليل سعيد بن زيد ورحمه رحمة واسعة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.